بسم الله الرحمن الرحيم. انا القاضي خالد شهاب الدين رئيس محكمة الزربة بحلب. اعلن انشقاقي عن النظام المجرم وفاء لدماء الشهداء وأناث المصابين ودموع الدكالة، وردا على مجازر المجرم بشار وجرائم القتل العمد التي يرتكبها النظام وتحريضه على ارتكابها بإعدامات ميدانية وسيطرة مخابراته على المؤسسة القضائية وتسليم زمام الأمور لشبيحته المجرمين، وأدعو كافة زملاء الشرفاء الأحرار للانشقاق الفوري عن النظام المجرم، وهذا أقل ما نقدمه لثورتنا المباركة. الله أكبر. عاش السورية حرة أبيها، وليخشى الخاسئون.